الدكتور حمد الماجد ضيف برنامج لقاء الجمعة مع عبد الله نديف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في إطلالة جديدة من برنامجكم لقاء الجمعة الذي يشرف بعيونكم على قناتي الرسالة وخليجية ويتهدى إلى أسماعكم عبر أثير روتانا FM. في هذه الحلقة ندخل إلى ملف حقوق الإنسان في السعودية عبر استضافة لأحد مؤسسي جمعية حقوق الإنسان. في لقاء الجمعة تجتمع الكلمة. حياكم الله، باسمكم ارحب بضيفي الدكتور حمد الماجد. حياك الله يا دكتور. يا هلا والله وسهلا بك، وحيا الله من يشاهدنا ويسمعنا. اريد ان ادخل الى موضوع حقوق الانسان عبر بوابه الجمعيه. اريد ان اسالك عن يعني بدايه عن ظروف النشاه، دواعي التاسيس في عام 2004. جميل. طبعا انت تبحث موضوع عن حقوق الانسان. أيه. وانا انسان ومن حقي ان اتحدث براحه. لا لا، قل ما تشاء. لحظة، وإلا وضعناك من ضمن منتهكي حقوق الإنسان أنت وبرنامجك. خذ. طيب، جمعية حقوق الإنسان جمعية احتسابية، وهي بلا شك مساندة لأي دولة تقيمها أو تسمح أو تأذن بإنشائها، فهي ليست بالضرورة جهة معارضة وإنما هي جهة رقابية، وهذه غاية في الأهمية. بعض الناس يظنون أنه الجمعية بيدها كل شيء. لا، هي جهة رقابية، ليست قضائية وليست تنفيذية، رقابية فقط. يعني أنتم ما تدعون في المحاكم ولا إطلاقا. إطلاقا وليس بيدكم سلطة تنفيذية تمنعون أو كذا. نحن نراقب الأجهزة الحكومية بناء على ما ورد وانطلق من الأنظمة التي انطلقت من الدولة نفسها، أنه هي الجهة الفلانية. أنت قصرت. وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الاجتماعية، أنت قصرتي في المسألة الفلانية بما وحاكمها بما ورد في الأنظمة. هذا هو تقريبا مجمل العمل، وإن كان هذا على فكرة يظن الناس أيضا أن الجمعية تتعلق فقط بتظلمات الناس ضد الدولة، وهذا ليس دقيقا، بل بتظلمات الناس ضد بعضهم البعض. هنا تأتي إلى أسرة يكون عندها تظلمات، إشكالات، يعني أي انتهاك لحقوق الإنسان. أي بالضبط، وفق النظام الموجود في البلد أنتم جهة رقابية على بغض النظر عن هذا. نعم، هذه واضحة. فالمملكة العربية السعودية بأجهزتها الإدارية وبشعبها الذي الآن يتجاوز 20 مليون ومؤسساتها الحكومية المختلفة، بطبيعة الحال لا بد أن يكون هناك انتهاكات. نحن لسنا مدينة أفلاطون الفاضلة، يوجد انتهاكات لدى الأفراد، لدى المجتمعات، لدى الأسر، لدى المؤسسات الحكومية، وإلا لما كان لخادم الحرمين الشريفين وفقه الله أن يسمح. هو الآن الدولة قالت لكم سووا جمعية، تعالوا سووا جمعية عندنا انتهاكات، ولا أنتم تحركتم من نفسكم وقلتوا نبي نسوي جمعية الدولة سمحت لنا؟ مجموعة من المواطنين يمثلون شرائح مختلفة تقدموا إلى المقام السامي وصدرت الموافقة السامية، وليس القرار الذي صدر ليس قرارا وانما موافقه ساميه رفعها بعض الاعضاء الى مقام خادم الحرمين الشريفين. طيب ايش اللي خلاكم انتم يعني ايش اللي جمعكم على هذه القضيه؟ هي فكره موجوده من الاصل، وانت تعرف ان عدد من المحاولات قامت، وكل الدول المحترمه لابد ان يكون فيها مثل هذه المؤسسه. وانا اظن اننا تاخرنا قليلا. فالأصل الوجود، لا يسأل عن الآن عن وجوده. لا، لكن الآن عندي سؤال، أنه أنتم في 2004 زي ما قلت أنت قبل شوي أنه فيه محاولات، يعني فيه مثلا لجنة الحقوق الشرعية حشد مثلا. صحيح. حاولت أنه تتقدم رفضت، وأنتم وفق عليكم، لماذا أنتم تحديدا تمت الموافقة عليكم؟ طيب، هو السؤال يعني يعكس مرة أخرى، ما الذي يمنع أن فئة أخرى تحاول وتنجح في المحاولة؟ هو المعول عليه مساءلتنا، هل نحن قمنا بواجبنا في الجمعية وحققنا الأهداف التي من أجلها أسست؟ هل لدينا شيء من الاستقلالية؟ هل نحن فعلا من خلال عملنا وتواصلنا مع المسؤولين نقوم بعملنا، أم المسألة فقط كليشة ومجرد تزويقها أمام المجتمع؟ ليش المسؤول اقتنع؟ يعني ليش أنتم مرضيين عنكم وغيركم لا؟ ليش أنتم سمح لكم وغيركم لا؟ السؤال أنا لا أظن دقيق. أنا المعول عليها ماذا تعمل؟
أرجوكم أنكم تحاسبوني. طيب. ماذا أعمل؟ طيب. هل أنا فعلا أنجز أم لم أنجز؟ طيب. حكاية أن رفض من تقدم في فترة من الفترات لا يعني سوء الذين تقدموا في الفترة الأخرى، ولا أيضا يعني سوء الذين رفض طلبهم، هي معادلة صحيحة في كل الأمر. طيب خلي فهي محاولة فشلت في المرة الأولى ونجحت في المرة الثانية. الموافقة كانت على الجمعية ولا كانت على الأسماء؟ يعني أنتوا الآن أنتوا نظامكم في انتخاب داخلي صحيح، والرئيس والنائب في الانتخاب، لكن هذه الأسماء رفعت إلى مثلا إلى الداخلية أو إلى الملك ثم وفق عليها ورجعت ولا أبعد بعضها ولا؟ أبدا، الذي أعرفه من خلال من تواصل معي أنه عرض علي من بعض المواطنين، سميهم مواطنين ما كانوا أصلا في سدة المسؤولية، أنه هل لديك الرغبة في أن تكون عضوا في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان؟ بس في أسماء استبعدت ولا لا؟ لا أعرف أن هناك أحد استبعد. تأكد؟ إيه نعم. أنا حسب معرفتي لا أعرف. لأنه في كلام أنه في أسماء استبعدت من الجمعية. لا أعرف والله، من يعرف حجة على من لم يعرف. لا، لأنه قضية البدايات كانت فيها توزيع دقيق من المناطقية وتوزيع من تحسها تركيبة، يعني ما هي بناس أصدقاء متقاربين. ماشي، بس أنا فهمت عليك. هي من أراد أن يتقدم بمشروع للموافقة عليه لابد أن يكون مقنع، ولا يمكن أن تكون مقنع إلا أن يكون العضوية تمثيلية. ما كان فيه تباين في وجهات. تمثيلية مو تمثيلية. نعم. تمثيل. التمثيل يعني. أي تمثيل، تمثيل للمناطق والأقاليم، تمثيل للأيديولوجيات، خلنا نتكلم بكل صراحة. هناك إسلاميون، هناك ليبراليون، هناك مستقلون، هناك رجال ونساء، رجال نساء، طلبة علم، قانونيون، صحفيون، أكاديميون. فهي رؤية أصلا الذين تحس أنه يعني زي ما مجلس الشورى نفس طريقة الموجودة، نفس الطريقة اللي موجودة. ولذلك على فكرة ترى جمعيتنا تعتبر رحم وولود لعدد من أعضاء مجلس الشورى. يعني يكفينا فخرا أحد أعضائه البارزين الدكتور بندر الحجار اللي هو وزير الحج، رئيسا للجمعية، ثم انتقل نائبا لرئيس مجلس الشورى والآن وزير. طيب، في تباين بين الأعضاء في قضية أولويات وعمل الجمعية؟ يعني في بعض التقارير يمكن لا تمثل الأعضاء، وبعض تصريحات الأعضاء لا تمثل الجمعية. طبيعي، أنا أعتبر هذا نوع من الديمقراطية. إحنا نتكلم عن وجهة نظر. طيب. آراء مختلفة، ليس سر أن أقول لك أن بعض الأعضاء بسبب أيضا توجه الفكري كان يرى أن هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر هذه ضد حقوق الإنسان. ضد حقوق الإنسان. وبعض آخر قال لك العكس تماما، هو من حق الإنسان والإنسانة. طيب أن تحمى. التقارير شنو تطلع؟ توافقية؟ أنا أتكلم عن 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 ما يسمى بالعصف الذهني والنقاش. طيب. لكن حين نتكلم عن الأنظمة، هي لابد، شوف، الجمعية تنطلق من خلال نظامها، ونظامها ينطلق أيضا من نظام الدولة، ونظام الدولة محكم بالشريعة. طيب. الإسلامية. خليني أدخل في السؤال الأهم من هذه التفاصيل، إنه شلون قضية الاستقلال، هل فعلا الجمعية جهة أهلية مستقلة ولا هي يعني جهة حكومية في النهاية؟ أنا أتكلم عن ناحية الاستقلال، يعني هل أنتم تتبعون مثلا وزارة الداخلية بشكل أو بأشكال؟ أتكلم عن قضية الاستقلال. أقول لك على حاجة، نحن منزلة بين المنزلتين. هناك ما يسمى بالميثاق الفرنسي لحقوق الإنسان، ميثاق باريس لحقوق الإنسان، صنف الجمعيات ومؤسسات حقوق الإنسان على 3 أصناف: المستقلة بالكامل زي ما تسمع بمؤسسات حقوق الإنسان الشهيرة والمعروفة، وهناك مؤسسات حكومية بحتة زي هيئة حقوق الإنسان، مثل هيئة حقوق الإنسان، ومثل إدارات حقوق الإنسان الآن الموجودة في عدد من مؤسسات الدولة، وزارة الخارجية موجود فيها، وزارة الداخلية موجود فيها، وعدد من المؤسسات الحكومية. طيب. الأخرى. والثالثة؟ الثالثة هي التي لها شيء من الاستقلالية ولكنها تحظى بالدعم الحكومي. يعني الآن 100 مليون اللي صرفت لل... بالضبط، هذه الآن صرنا معترف فينا وبأسلوب بالطريق، يعني نحن في يعني اللي أفهم منك أنه لست مستقلين بشكل نهائي كامل. تستطيع ان تقول هكذا، يعني يعني زي ما يقولون افواهكم فيها ما لا لا مو صحيح هنا النقطه. لا لا لا، انا اتكلم عن التصنيف العالمي لحقوق الانسان. أي. لكن الان اذا تريد في افواهنا ما اولى، اسالنا عن ماذا نقول وماذا نفعل
وما هي انجازاتنا واعمالنا؟ هذه اللي تحكم. لانه الكلام يعني اللي قال انه انتم جهه ولدت لذر الرماد مثلا في العيون، وانه انتم وجدتوا حتى مثلا ضغط الخارجي وكليشه امام الخارج عشان الاعلام الخارجي نقول لا والله عندنا حقوق انسان، وهذه في النهايه انتم يعني مستلمين 100 مليون و طيب اذا كان الامر كذلك فضل. كيف يصدر مثل هذا التقرير؟ اي تقرير؟ تقرير حقوق الانسان ويمنع، وكل الصحافه السعوديه تعتذر عن نشره. هذا التقرير الثالث؟ هذا التقرير الثاني، والتقرير الثالث ايضا ما نشرته بكل الصحف. تحدثنا فيه بكل صراحه. وتحدثنا عن الانتهاكات في كل يعني خصوصا المؤسسات الحكوميه ذات العلاقه واللي لها تماس مع المواطن. اذا تاذن لي بس يعني ما دام انك على فكره نحن نعتبر برنامجك اليوم نوع من البروباغندا للجمعيه، نوع من التعريف، نوع من العلاقات العامه. يعني فبالله يعني بس لازم نبين للمشاهدين ان ما اخذنا جزء من ال 100 مليون. لا لا والله تستاهلونها امانه، لاننا حقيقه زي ما سبق حدثتك في لقاء قديم انه لا زال للجمعيه شيء من القصور في عمليه التواصل مع الناس وتعريف الناس بالجمعيه. بس بالله عليك اذا تسمح لي فضل. يعني في عجاله سريعه عن الاعضاء، عددهم 41، الجمعيه الوطنيه لحقوق الانسان عدد الاعضاء 41 ومنهم 31 رجل و10 نساء، وزي ما قلت لك يمثلون شرائح مختلفه، عندنا الشيعه، عندنا نعم. من لهم اهتمامات صوفية، عندنا سلفيين، عندنا طلبة علم، عندنا أكاديميين، عندنا فقهاء قانوني إلى آخره. هذا السبق نشرت إليها. يسألون الناس أيضا عن قضية ماذا تعملون أنتم إذا كان يوجد هيئة حقوق الإنسان. أولا لابد أن نفرق من الناحية النظامية أن الجمعية هي دائما خذها في كقاعدة قانونية هي هيئة غير حكومية، إدارة غير حكومية، هيئة إدارة حكومية، هيئة حقوق الإنسان، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هيئة الغذاء والدواء إلى بقية. أنا ما ودي أدخل في التفاصيل كثير، يعني أنا ودي ندخل في قضية حقوق. أنا يهمني القضية نفسها اللي هي قضية حقوق الإنسان. أنت كيف تقيم حقوق الإنسان في السعودية بشكل عام؟ هل يوجد بلد في الدنيا ما فيه انتهاكات؟ طيب نحن في هذه الجمعية إيه؟ خليني أسأل السؤال بطريقة ثالثة. طيب. يعني عدد لي أبرز ثلاث انتهاكات أو أهم ثلاث انتهاكات موجودة ويحتاج إلى التدخل فيها عاجلا. أبرز ثلاث انتهاكات من وجهة نظر الجمعية ومن وجهة نظرك. من وجهة نظر الشخصية طبعا إذا تأخذ المجال مثلا ملف الموقوفي. نعم. أعتبرها الآن من أكثر الملفات الساخنة حساسية. نعم. ليس المقصود رفع الظلم عن هؤلاء المتظلمين بقدر ما انه له تداعيات خطيره، يعني يكون الشخص يوقف ويسجن سنتين واربع وخمس وربما تصل الى 8 و9 سنوات دون محاكمه. هذه لها اثار خطيره على ذات الشخص وعلى الدائره حدثنا. طيب. بشكل الآن شخصي الدكتور يعني في تصريح جديد لمعالي الدكتور محمد العيسى اللي هو وزير العدل وايضا رئيس مجلس الاعلى للقضاء، تكلم عن الايقاف التحفظي وذكر ان الايقاف التحفظي لبعض من يشار الى انهم اصحاب راي مجرد غالبا ما تشير وقائعهم الى ممارسات ذات طبيعه مؤثره على احترام النظام العام للدوله وعلى سكينه المجتمع وامنه وتوجهه العام المتفق عليه بين افراده. يعني هو يتكلم على انه ايقاف اصحاب الراي تحفظيا لانهم يؤثرون على احترام ونظام الدوله. يعني هل هذا مثل هذا الكلام لشخص هو السلطة أو الرجل الأول في المنظمة العدلية والقضائية يقول لك أنه يعني كأنه يبرر هذا الموضوع إلا إن أنا فاهم غلط؟ أي ونحن أيضا نتحفظ على مثل هذا الكلام. إيش رأيك بكلام يعني كلام دكتور محمد؟ أقصد أن التحفظ على شخص بمجرد رأي يعني هذا مشكلة، ونحن نتحدث عن حرية الرأي إذا كانت طبعا متوازنة ولا تثير الفتنة. يعني بعض الآراء فعلا حدية وخطيرة جدا وبعضها دون، لكن هنا المشكلة في وضع المقياس. لا اللي هنا يعني الاختلاف بينه وبين هو, هو, هو الثقافة أنه في ناس أنه لو عندهم أفكار يحملون أفكار لو طلعتهم أنا أخاف من انتشار هذه الأفكار وأنا ما عندي دليل عليهم وممكن أجلسهم أكثر من 6 شهور أو المدة النظامية.
هل هذا في انتهاك لحقوق الإنسان؟ أنا في ظني نعم. طيب وتصريح الدكتور العيسى؟ والله نختلف معه، كمان نختلف أيضا في انتهاكات موجودة أيضا في سلك القضاء، هذا أمر طبيعي. إيش رد داخلي عليكم لما تحدثوا بهذه الانتهاكات؟ بكل صدر الرحب أمانة، يعني أقولها لله ثم للتاريخ، جميع المسؤولين الذين التقيناهم من الله يرحمه سمو الأمير نايف بن عبد العزيز وسمو والأمير محمد بن نايف، نعم. كان لقاءنا شفاف صريح يتكلم عن الملفات المتعلقة ولم نتحفظ، أقولها أيضا مرة أخرى لله ثم للتاريخ، لم نتحفظ في فكرة على الإطلاق. تكلمنا، أذكر لما كنا التقينا بالأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله عندما كان وزير الداخلية، كان وقتها رئيس الجمعية الأخ بندر الحجار، أبدا السلام عليكم السلام سمو الأمير وطول العمر، عندنا هذه الملاحظات التي رصدتها الجمعية من خلال عملها ونشاطاتها، وكان يصغي ويسجل كل نقطة ويرد علينا، نختلف ونتفق أحيانا، لكن هنا لابد أن أشير إلى نقطة غاية الأهمية يغفل عنها الناس إذا تسمح لي بس وأنهيها. يظن كثير من الناس أن الجمعية تحاسب على المنجز، بمعنى أنه أنتم بذلتوا جهدكم وتواصلتوا مع المسؤولين، فالنتيجة يجب أن تكون إخراج المسجونين المعتقلين مثلا بدون محاكمة أو الذين انتهت مددهم، وهذا ليس دقيقا، هو ما في شك أن هذا هو المنجز الذي نريده، لكن المنجز أنت فيها رقابية في النهاية. لا خليني أقول لك المنجز، أي بالضبط، المنجز الذي نحاسب عليه هو التواصل. إيه لا أنا ولذلك أنا سألتك، قال وش ردت وزارة الداخلية عليكم؟ إيش قالت؟ للدولة وجهة نظر في هذا الأمر. وش وجهة نظر؟ إنه تبرر مخالفة النظام. إيه هي تقول نحن يعني، حتى أحد المسؤولين في وزارة الداخلية أشار بشكل شخصي إلى هذا الأمر، قال إن تحفظنا على هؤلاء هو إجراء وقائي يستفيد منه المجتمع، وهو من حق، هم حتى قلبوها علينا، قال من حق الإنسان ومن حق المواطن السعودي أن يحمى من هؤلاء الذين يشكلون خطرا على المجتمع. هي تقديرية، نعم مخالف للنظام، نظام الإجراءات الجزائية الذي ينص على أن لا تزيد مدة إيقاف الموقوف أكثر من كانت 6 أشهر ومدة الآن إلى سنة، لكننا نتحفظ عليه لأننا نرى أنه يشكل خطرا. وهنا اختلط الأمر، نحن نقول في كل الأنظمة. طيب يعني القضاء ما بقادر أنه هو اللي يفصل في هذا الموضوع ويقدر المصلحة، وهذا اللي نطالب به عزيزي. هنا النقطة، يعني أنتم تختلفون مع وزارة الداخلية في هذا، اختلاف قوي. طيب هذا الكلام لوزير العدل ما يعطي يعني شرعية لما تقوم به وزارة الداخلية؟ هذا اجتهادات من قبل الوزارة ونحن نتحفظ عليها، هذه هنا النقطة. طيب هل يجوز لشخص أن يوقف فترة من الزمن بدعوى أنه خطر ولا يقدم للمحاكمة؟ مو صحيح، غير مقبول. طيب قضية المنع من السفر أيضا، أنتم رصد يعني في أحد تقاريركم قلتم أنه رصدت الجمعية وجود قوائم بأسماء مواطنين ممنوعين من السفر، وهناك عدة جهات يمكن أن تمنع من السفر مما يستوجب حصر المنع من السفر في الجهات القضائية. طيب هل تغير شيء بعد هذه المطالبات؟ طيب هل نحن نسأل؟ طبعا نفس الرد الاول، ان عليك الا البلاغ يا عزيزي. ما علينا الا البلاغ، نحن لسنا يا اخي مؤسسات حقوق الانسان الدوليه في كل مكان، ما عليها الا البلاغ، هي عمليه لوبي تقوم به ضد الانتهاكات، وهذا يثمر عزيزي. انا في ظني ان الافراجات الاخيره، وهذا الحقيقه شدت به الجمعيه، الافراجات الاخيره التي تمت بالمئات، هذا ولله الحمد يعني من خلال سعي الجمعية بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع الأخرى، فبالله عليكم يعني هي حبة حبة، أنت لا ترى المنجز هكذا كما تلمس هذا الكأس. أنا لا أريدك أن تدافع، أنا أريدك أنك تجيب على الأسئلة. هذا هو اللي حاصل. طيب القضية، هذا الانتهاك الأبرز من وجهة نظرك أنه هناك انتهاكات في حقوق المعتقلين والموقوفين أمنيا، هذه من وجهة نظرك هذا أبرز. إيش في شيء ثاني من الانتهاكات التي توجد في السعودية؟
تتكلم عن إدارات أخرى يعني قصدي غير الـ غير الـ بس بحكم أننا لازلنا في الداخلية مثلا في قضايا المسجونين حقوق بسيطة تتعلق مثلا بإجراءات الدخول الزوار وطريقة التفتيش أحيانا ورد إلى الجميع عشرات التظلم بهذا الأسلوب. أيضا حرمان السجين داخل السجن من بعض الحقوق أيضا السهلة واليسيرة. أنا بنفسي زرت أحد السجناء وتفاجأت أن الرجل مهرب للداخل اشتوقع مهرب قلم ولا مهرب كتب مهرب ملابس داخلية لابس له كم لبس وأيضا لبسه الداخلي عفوا ثوب البيت احنا نسميه ثوب البيت. ليه؟ ليه مثل هذه الأمور توضع عائق؟ أيضا عملية طريقة الاعتقال أحيانا يكون فيها تعسف وإن كان لله الحمد يعني هذه الأمور خفت كثيرا إذا تقارنها بفترات الماضية. طيب بدأك تتذكر سم خليني أخذ فاصل وارجع. تفضل فاصل قصير ثم نعود. حياكم الله من جديد مع ضيفي الدكتور حمد الماجد. معتقلي الرأي وحرية التعبير، كيف تشوف مستوى حرية التعبير في السعودية؟ يعني هل السقف الموجود الكثير يعني هناك يعني يتكلمون الناس مثلا من تركي الحمد مثلا بالأخير يعني الاعتقالات موجودة من التيار الليبرالي موجودة من التيار الإسلامي موجودة مثلا من الشيعة يعني ليست مقتصرة على وهناك سقف هذا سقف التعبير. أنا لا أتكلم عن صواب أو خطأ المتكلمين، أتكلم عن السقف الموجود في السعودية كيف تصفه؟ هل هو يوجد انتهاك لحقوق الإنسان في هذه الجزئية؟ يعني ما ندرجه تحت بند انتهاك وإنما سقف الحرية. الجانب الإيجابي في الموضوع قبل أن أتكلم عن السلبية، الجانب الإيجابي في الموضوع أن سقف الحريات في هذه السنة إذا تقارن قبل 10 سنوات بلا شك أنها رفع. طبعا تويتر حلق في هذا الموضوع وأيضا تعامل الدولة معه محل تقدير الجمعية، الكل يتحدث بكل صراحة، ينتقدون أجهزة الدولة بكل شفافية. طبعا هناك من يتجاوز بلا شك، نحن لا يعجبنا أيضا الإسفاف في عملية النقد. يعني تعليقكم مثلا يعني أنت تتكلم عن تويتر، تعليقك مثلا على الاعتقال الأخير أو رأي الجمعية في الاعتقال الأخير لتركي الحمد. بالنسبة للتركي طبعا نحن نتكلم عن قضية الحديث عن معتقد، نعم، ومن حق الدولة أن تحمي المعتقد من أن يساء إليه، وهي لا زالت تهمة. طبعا هناك من دافع عنه، هناك من قال أنه سيء فهمه، فمن حق التركي أن يقدم إلى المحاكمة لتثبت من الموضوع. طيب يتكلمون عن قضية حرية التجمع وحرية وتعرف الفتاوى اللي طهرت كثيرا في قضية تحريم التجمع والتظاهر وإلى آخره وتصنف في 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 المعايير الدولية أنه من حقوق الإنسان أن يتجمع ويعني ضمن حقوق التعبير أيضا حقوق التجمع وهنا ممنوعة في هذا البلد. أنت كيف رؤية الجمعية لهذا الموضوع كيف تكون؟ تكون من خلال مراعاة الأنظمة التي سنتها الدولة. النظام يمنع فبالتالي انتهى الأمر. مثل ما من حق أي دولة أن تمنع شيء ما إذا أجازته سمح. لكن ما تلاحظ أنه إحنا لا نعطي الحقوق إلا تحت الضغوط؟ أتفق معك وأنا أتمنى أن يكون هناك مبادرات لحل مثل هذه الإشكالات دون الانتظار تحت الضغوط. أنا آلمني يعني هذه الاعتصامة التي جرت في بعض الشوارع وبعض التجمعات التي قامت لأجل مطالبة إطلاق سراح المعتقلين. أتمنى أن الدولة كما قلت أنا في تغريدة سابقة قلت أن التجمع والمظاهرات مخالف للنظام، نعم، واعتقال الشخص مدة طويلة بدون لجائه إلى المحكمة أو إطلاق سراحه أيضا مخالف للنظام، وما كان للثاني أن يحصل، ما كان الأول أن يحصل لولا أن الثاني حصل. يعني كلاهما خالف النظام. أي سبب ونتيجة. أي نعم بالضبط. فأنا أتفق معك، لكن حتى نكون أيضا منصفين.
الأمر الآن متجه رايح في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بهذا الملف. يعني احنا الآن يعني قصدي الآن أي ملف؟ ملف المعتقلين. ملف المعتقلين الآن وعلى فكرة ينجز فيه إنجازات إيجابية أنت تشوف؟ خروجها أصبح بالمئات. كان العدد كان نسبة الذين يطلق سراحهم كان قليل جدا محدود. وإيش السبب الاختلاف اللي صار أنه تحول إلى المئات؟ ضغطكم ولا ايش؟ لا ما اظن قنع. انا اتوقع هنا ياتي مساله سبب اقامه مثل هذه الجمعيه واقامه الصحافه المستقله التي تبدي وجهه النظر باللغه الراشده انه يا جماعه الخير ترى هذا خطا في خطوره على الدوله في خطوره على المجتمع. لربما كان شراره لا سمح الله لان تحدث حريق خطر. دائما المنظمات الدوليه تتكلم عن حقوق المراه في السعوديه بشكل كبير جدا، منظمه العفو الدوليه يعني اشياء كثيره تتكلم. أنا أريد أن أسأل عن ما هي أبرز من وجهة نظر الجمعية أبرز انتهاكات حقوق المرأة في السعودية؟ هل تنتهك فعلا حقوق المرأة في السعودية؟ ويشي أبرز الانتهاكات إذا كانت موجودة؟ طبعا للجمعية دور رائد في هذا الموضوع، أعطاها حقوقها وتمكينها. لا أنا ما بي الجمعية، أنا أبي وش الانتهاكات اللي موجودة في المجتمع من هالزاوية. يعني هم الآن خلينا أضرب لك مثال، في داخل منظمة هيومن رايتس ووتش تقول أنه في تقريرها قديمة في 2008 تحت عنوان قاصرات الأبد، تطبق الحكومة السعودية نظام ولاية الأمر للرجال على النساء فتتم معاملتهن كقاصرات في كافة أنشطة الحياة، تحول دون استمتاع المرأة بحقوقها الأساسية العمل أو السفر أو الدراسة أو الزواج إلى آخره. وهذا بعضه صحيح وأشارت الجمعية إليه. بس تأذن لي يعني أشير إلى يعني هناك نصوص في الأنظمة، بعض النصوص تنتقص من أهلية المرأة أو من شخصيتها القانونية بصورة تخالف الشريعة. في هناك مصطلحات متعلقة بالمرأة إلى الآن استغلت من أطراف أيديولوجية مختلفة، الليبراليين خذوها من جهتهم، وبعض أيضا الذين يفسرون النص الشرعي بتفسير متشدد أيضا خذوها ضد المرأة. فنحن الآن طالبنا في تحديد تحويل المصطلح أو تحديده وتبيينه، مثل الاختلاط، الخلوة غير الشرعية، الحجاب الشرعي إلى آخره. لا يعني أنت خليني مباشر لأن أنا ودي أكسب مسألة الانتهاكات. وش الانتهاكات؟ طيب خذ هذه واحدة من الانتهاكات. مادة 76 من نظام الأحوال المدنية تشترط موافقة ولي الأمر على حصولها على بطاقة أحوال. نحن كتبنا الجهة المعنية واعترضنا في هذا الشأن. نظام التقاعد يمنع حق المرأة أيضا. شوف هذه مشكلة، يعني المرأة السعودية الزوج إذا كان سعودي وتوفي يمنح التقاعد لزوجته غير السعودية ولأطفاله. العكس غير صحيح، زوجته السعودية لو كانت سعودية، عفوا لو كانت سعودية تزوجها أجنبي وماتت الزوجة لا الزوج ولا الأولاد يستفيدون من التقاعد. هذه واحدة من الملاحظات التي رفعناها. صندوق التنمية العقاري، ما الذي يجعل يعني يقصر منح الاقتراض على فئات معينة من النساء؟ كالتي يصير أي مرأة يعني. كالتي بلغت 40، ليه الرجل إذا بلغ 23 نسيت طبعا العمر لكنها 20 في بداية 20 يمنح حق القرض ولا تمنح هذه المرأة؟ العضل طبعا هناك ملف شائك. طبعا أنت تتكلم الآن ما بين الشعب وما بين الدولة، نتكلم الآن عن انتهاكات الكثيرة فيما يتعلق في المجتمع نفسه من خلال البيوت داخلها قصص تشيب لها الولدان. تتواصل معي أحد السيدات هذه الأيام تشكو مر الشكوى أن زوجها توفي وعندها أطفال قاصرين، وصار إشكال الآن في قضية المحاكمة والترافع والذهاب إلى المحكمة وجود ولي الأمر ومن عدمه. هذه المسائل ينبغي أن تذلل. طيب دكتور بصراحة يعني قل كيف تقيم مصداقيتكم عند الناس؟ بسبب قصورنا في التواصل مع الناس أنا في ظني أن هناك شيء من عدم المصداقية. دعني أقولها باللفظ الإيجابي، المصداقية ليست مستوى طموحنا. يعني هذا جواب دبلوماسي لكن النتيجة وصلت. أريد أن أستعرض معك أبرز ما حفلت به الأيام السبعة. الأيام السبعة.
نجاد أول رئيس إيراني يزور مصر بعد ثورة الخميني. أول لقاء بين الخطيب ولافروف. الأمير مقرن يؤدي القسم بين يدي الملك. جينان الغامدي يغادر صحيفة الشرق. تنفيذ حكم القصاص بأقدم سجين سعودي. الأيام السبعة. حياكم الله مع ضيفي الدكتور حمد الماجد. دكتور، أول زيارة في لرئيس إيراني منذ ثورة 79 أحمد نجاد في قمة التعاون الإسلامي يزور، هل هذا يعني مؤشر على تحول في العلاقات المصرية الإيرانية؟ نعم، إذا كانت هذه أول زيارة، لكن دعني أقول لك أيضا أن لإيران مطامح قوية في تمديد نفوذها السياسي في الدول العربية، وهي تصبر على فكرة على كل ما يصلها من بين قوسين تهزيء في سبيل أنها تنشر أيديولوجيتها وتصل. يعني أنت تذكر زيارة الرئيس مرسي لإيران في قمة عدم الانحياز. نعم، هذه أيضا كانت أول زيارة لرئيس مصري إلى إيران. الرجل كان يعني موقفه وعطى كلمتين جامدتين. صح، عطى كلمتين، لكن رفض القادة الإيرانيون أن يفهموا الرسالة. هم فعلا عندهم هدف، يريدون أن يصلوا، مستعدين يصبروا على للأسف. وراكبين طيب الأيديولوجية. هل مصر ممكن تفتح بابها للإيرانيين في حال أحست أنه الخليجيين أغلقوا أبوابهم؟ أنا هذا اللي خايف منه، سبق أن كتبت في هذا الموضوع أنه لا نريد أن تتكرر تجربة حماس. حماس حين انكفأت الدول الخليجية في احتوائها ودعمها كانت تبحث عن ملاذ آخر، تريد الدعم، ووجدته للأسف في إيران وليس بسبب التقارب الأيديولوجية. نتكلم بكل صراحة، لا يسمح لهم بالنفوذ يعني. سمعنا من قادة حماس في جلسات حتى خاصة، قالوا يا جماعة الخير، احنا ترى إيران ليست قدرنا وليست هي مصدرنا، نحن نتحدث عن من يمولنا ويدفع رواتب. لا نريد أن يتكرر هذا الإشكال مع مصر. مصر تعاني الآن أزمة مالية كبيرة، وإيران عندها استعداد أن تجوع شعبها في سبيل امداد نفوذها. مشكل الان ان طالع المساله عكسيه، هناك شيء من الصدود الخليجي يقابله تكالب ايراني. لاحظ القرار الايراني الاخير عندما سمحت للمصريين بدخول ايران بدون تاشيره. طيب شيخ الازهر، يعني ممكن يكون فاجأ الجميع او فاجأ الايرانيين على الاقل بكلامه عن سته نقاط كانت حاسمه: عدم التدخل في شؤون دول الخليج، احترام البحرين كدولة عربية شقيقة، رفض المد الشيعي في بلاده للسنة. وطبعا هو وضح أن مصر يعني كانت وما زالت معقلة لأهل السنة. استنكر ما يتعرض له الصحابة والسيدة عائشة من سب في إيران. وقف النزيف الدموي في سوريا. تكلم عن السنة في إيران ومنطقة الأهواز. كيف تقرأ هذا الموقف من شيخ الأزهر؟ إيران نجحت لعقود في غسل أدمغة بعض القادة المسلمين وبعض حتى التوجهات الإسلامية. يا جماعة الخير، الآن الأوان إحنا نترك الخلافات اللي بيننا ونعتمد الوحدة. على الوحدة، ومن خلال للأسف هذا التقدير استطعت أن تنفذ. وأنا سبق أن أشرت في أحد مقالاتي أن راشد غنوشي يوم من الأيام قال إنه يعني استجبنا لمثل هذه المطالب: الوحدة، التقارب، العمل على المشترك، وفوجئنا أنهم يصافحوننا بيد ويغرزون الخنجر في اليد الأخرى من خلال تشييع حتى بعض منتمين إلى حركة النهضة. بلد سني بالكامل، مصر بلد سني بالكامل، طبعا أتكلم عن المسلمين، وللأسف الآن هي تدعي الوحدة، وفي ذات الوقت هي تغرز وتضع في 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 هذه المجتمعات اسباب الفتنه والتفرق. ولهذا بس عشان اصل الى تصريح الشيخ الازهر، الشيخ الازهر كان من اكبر الداعين الى عمليه التقارب، لكن انفضحت للاسف.
ونحن على فكرة يعني هل هذا موقف ديني لمؤسسة دينية مهمة في العالم الإسلامي ولا هي رسالة سياسية وصلت عن طريق الأزهر؟ موقف ديني يا رجل، بدل أن تشيع داخل المجتمع المصري آلاف وبعضهم يصل إلى عشرات الآلاف، وهذا له خطورته على 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 فك وهز النسيج الاجتماعي المتناغم. فلا تلومهم يا أخي، المسألة كانت بالأول واحدة في واحدة وصاروا الناس يشتغلون، لأنه حتى في البروتوكول في خرق للبروتوكول المعتاد. في البداية الشيخ الأزهر ما استقبله عند الباب ولا ودع، ولا ودع، فهو جلس فانت في المكتب، والمؤتمر الصحفي ما حضر معه، حضر حسن الشافعي، فحتى حسن الشافعي تكلم بكلام انزعج منه الرئيس الإيراني، ما أجاب على أسئلة الصحفيين وقال إنه هذا الكلام مكانه الجلسة المغلقة، وحتى تكلم في اللغة العربية، يعني قال اتفقنا على الوحدة والأخوة. وأزيدك المؤتمر الصحفي ما كان مرتب، ما كان مرتب أبدا، قالها الرئيس نجاد، فهي بالعكس يعني وخزة مصرية أو قرصة مصرية للأذن الإيرانية. هذه هي مختصر الأمر. نعم. وأرجو أن إيران تلقت الرسالة، الذين نتمنى أنهم يتلقون الرسالة الخليج. بعض كتابنا وبعض أحبابنا وبعض أساستنا في دول الخليج، يا جماعة الخير إذا صار هذا توجه الدولة انتبهوا لها، مدام أنها الآن لازالت خارج النطاق النفوذ الإيراني، بادروها، ساعدوها، عاونوها. نحن حين نقدم نمد يدنا إلى مصر، نحن لا نمد يدنا للإخوان، نحن نمد إلى الكيان الذي يستفيد منه لا يقل عن 90 مليون مصري. السعودية كانت في القمة، تعرف في مبادرة رباعية فيها السعودية وإيران ومصر وتركيا، صارت قمة ثلاثية غابت عنها السعودية. صحيح. علشان الملف السوري، لماذا بوجهة نظرك غابت السعودية؟ في ظني أن السعودية لا تزال تعول على العمل من خلال جامعة الدول العربية، أنا هذا قراءتي للموضوع، ولا أظن أن الدولة السعودية لم تنسحب، يعني ما في هذه القمة على فكرة جرى إحياء المبادرة مرة أخرى، ونرجو نتمنى أنا شخصيا أن يكون للدولة في شأن تونسي. لكن يعني أنا هو سؤالي مصري، في اغتيال للمعارضة شكري بالعيد وهذا حدث يعني غير عادي، هل تتوقع أنه مسلسل أو مشهد الاغتيالات السياسية نشوفه على المسرح المصري؟ أنا متفائل خيرا، لا متفائل بإذن الله تعالى أن مصر بتاريخها العريق وبتجربتها السياسية الضاربة في التاريخ ستتجاوز، بدليل أن مضى على الثورة سنتين، وهذه الحرب المسعورة والمعركة الشرسة ما بين الخصوم والدماء كل في حال حقيقة، يعني فنحن متفائلون، ومثل هذه الأحداث أنا أظنها ستكون فردية حتى لو حدثت، وإن كان سائني مع شديد الأسف تصريح أحد المشايخ عندما تكلم عن قتل جبهة الأنقاذ، هذه كانت حقيقة فيها رعونة شديدة وخطيرة جدا. القرار الملكي في تعيين الأمير مقرم بن عبد العزيز، أنت بحكم أنك كنت تكتب في السياسة كثيرة، خلينا نستفيد من وجهة نظرك. طبعا كان مفاجأة بالنسبة للكثيرين أنه هو الأمير الأصغر من الجيل الأول، فهو لم يرعى في التراتبية ولم ينتقل الجيل الثاني، فكان هو مرحلة بين المرحلتين، وكان قرارا مفاجئا. أنت كيف تقرأ هذه الخطوة لسمو النائب الثاني؟ أنا شايف القرار يندرج تحت فعلا البند الموجود في نظام الحكم الأصلح من أبناء عبد العزيز، وليس بالضرورة الأكبر سنا ولا الأقدر، فهو الأصلح لهذه المرحلة، هكذا رأى الملك. الملك في بعد القسم تكلم بكلمات هي بسيطة ولكنها لها معنى كبير، طبعا أشياء معتادة اللي هي قضية الشرع والعدل والإنصاف والحق. صح. حتى لو كان ابنك أو أخوك، الكلمة اللي استثارت كثيرين، أهم شيء شعبكم خلوه راضي عنكم، بهذه اللغة الملك عبد الله تكلم، ما الذي يرضي الشعب السعودي؟ أنا شايفها إيجابية جدا، العبارة جميلة، ولو طبقت حقيقة أنا سؤالي للشعب، وش اللي يرضيهم؟ وش اللي يرضي السعودية؟ أنت تتكلم الآن عن بحر متلاطم من وقائمة لا تنتهي من الطلبات. في ظني أن أكثر ما يرضي الشعب السعودي في هذه المرحلة، في ظني وهو أيضا يدرأ شرا كبيرا عن البلد، محاربة الفساد. محاربة الفساد، الفساد أنا في ظني أنها أصبح هاجس كبير. طيب وأنت تكتب في الصحافة من فترة طويلة،
جنال الغامدي يغادر صحيفة الشرق، الناس ما تدري يعني هو مغادر، يعني هو ضغط عليه للمغادرة أو هو غادر من تلقاء نفسه؟ الناس قالت علشان مقاله قطر والإخوان، وناس قالت علشان مقال دكتور الدخيل. أنت إيش قراءتك للموقف؟ لماذا غادر جنان؟ طبعا بغض النظر أتفق أو أختلف مع الذي جرى، لكن مقاله عن قطر والإخوان غير موفق بكل صراحة. هي وجهة نظر. أنا لا أريد أن ما تسأل عن ولا لا. تسأل أنا أريد هل يستحق، يعني أتكلم عن قضية مغادرة رئيس التحرير. يعني المقال ممكن أنه تختلف تكتب ترد عليه، لا نتكلم على قضية رئاسة التحرير في الصحف السعودية. إذا نأخذها من زاوية حقوقية، أي إذا تأخذها من زاوية حقوقية الإجراء خاطئ. إجراء خاطئ، أي وجهة نظر قدمها. نعم. إيه لا، نتمنى ألا. لأنه هو 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 قال إنه أنا قدمت، يعني هو قال لا أنا تقدمت في استقالتي ولم أقل من قبل وزارة الثقافة والإعلام، لكن على تويتر في موقعه يعني قال كلمات يعني غير عادية. قال أعشق قيادة وطني العظيمة بجنون، أعشق وطني وأحب كل من ينتمي له، أختلف مع الحكومة كثيرا، بلادي وإن وضع نقط، وأهلي وإن وضع نقط، وداعا أيتها الحبيبة الشرق، ومرحبا بالمستقبل المكتوب سلفا. يعني تقرأ أنه أي على كل حال لابد لصاحب القرار من وجهة نظر. نحن إذا تسألنا عنه في الجمعية فالجمعية لا لا أنا أقول الدكتور حمد الماجد من ناحية حقوقية أنت إيش تقول أنه خطأ؟ أي خطأ. حتى صحيفة صحيفة النادي أوقفت من قبل وزير الإعلام قبل الأسبوع الماضي، أنت ما عندك كلها؟ لا ما عندي خبر عن هذا الموضوع، لكن زي ما قلت لك يعني نحن في الجمعية نتكلم عن السياسة الجمعية نحتاج إلى سقف أعلى؟ أي سقف أعلى في وإن سقفنا نازل؟ سقفنا ليس بالمستوى المطلوب وإن حصل تحسن. طيب تحسن واضح بكل أمانة، لأنه يعني هناك وجهتين نظر. عبد العزيز الهدلق يقول وزارة الإعلام تجري عمليات تصحيح للوضع الإعلامي المحلي لإيقاف الانفلات والفوضى العارمة، شكرا وزير الإعلام. ومحمد سحيمي يقول لا عطر بعد عروس ولا كتابة بعد جنان، جنان الغامدي يمثل السماء السابعة بحرية الرأي في بلادنا. وجهة نظره، أنت وش رأيك؟ لا مو صحيح. أي مو صحيح؟ الهدلق ولا سحيمي؟ أقصد بغض النظر، أقصد إن يعني هو كتب ما كتب يتحمل مسؤوليته، ربما الرجل ما قدر مقدار الجرعة. على فكرة شكل الشرق ستكون مثل الوطن، مثل الوطن في أنها سقف الحرية عالي. تعرف الرياضة الشهيرة في البلاد الغربية اللي يركب على الثور، مسألة دقائق لازم يسقط. طيب بدأنا في الصحافة، خليني أسألك سؤال شخصي. أنت كتبت مقالين ومنعت ونزلتهم على موقعك، تذكرهم؟ أذكر واحد منهم أظن كان عن التقرير، تقرير حقوق الإنسان. تبغى تذكرني بالآخر؟ لا، لأنه فيه أنا ممكن تصحح لي مقالات لم تنشر، وتكلمت عن الأمير أراد فضائيته لله، تذكر المقال هذا؟ نشر ولا ما نشر؟ تحدثت عن قناة الرسالة، قديم الكلام هذا ما تذكر. وترى في فترة علاقتي بالشرق الأوسط كانت فترة هواية وفترة احترافية. الاحترافية عندما تعاقدوا معي رسمي، والفترة الهواية لما كنت أنا متطوع. فهذه كانت أيام فترة التطوع. لكن لم يمنع هذا ولم منع؟ لا 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 ما أظن. على فكرة هذه ربما يكون خطأ من المشرف. الذي منع كان عن التقرير. على التقرير. وعبرانية القناة العربية منع أيضا ولا هذا أيضا؟ ما كتبت في هذا الشيء. طيب هذا في موقعك، عبرانية القناة العربية، لماذا مسكينة القناة العربية؟ فهي هذا في موقعك، أنا أخذ مقال. نشوف يمكنني عاد صحح لي. أحيانا إذا الواحد غاب على المشرف خلط طيب عليه الأمر. طيب هو عموما اللي هو ليس قضية، أنا أريد أن أسألك بس عن قضية أنه أنت أيضا تعرضت لي لهذا المنع. في حالة استثنائية حصلت الأسبوع الماضي في قضية القصاص من الراحل عبد الله الشمري رحمه الله. يعني تفاعل شعبي غير مسبوق جدا، وحماس لهذه القضية ومتابعة ودعاء. أمس أكثر من 100 راحوا يعتمرون عشانه. صحيح. وعملية إفطار في الحرم. سؤالي بوضوح، هل حصلت انتهاكات لحقوق الإنسان في قضية عبد الله الشمري؟ شوف خلينا نتكلم عن المسألة من زاويتين. زاوية قضائية، الجمعية تقدر وتحترم القرار القضائي لأنها أصلا يمر بمسار معروف،
أخي لا، هي ليس حكم يقوله القاضي ينطق به ثم يعدم الشخص، إنما لديك مسار غير طبيعي، الاستئناف وإلى آخره. فمن ناحية الاحترام للقرار كقرار، نعم، نحن نحترمه من ناحية الإجراءات القضائية، لكن ما عندك تحفظ؟ ما في تحفظ؟ لا، ما عندي تحفظ في هذه المسألة. الزاوية الثانية، الزاوية الثانية هي زاوية الإنسانية، وهذه اللي حقيقة أثارت هذا الهيجان الشعبي المتعاطف معه رحمة الله عليه، ألا وهو أنه يا ذوي القتيل، أما رق قلبكم قليلا لهذا الذي مكث في خلف القضبان 30 سنة يتحرى القتل كل ليلة؟ هي فقط ثم أيضا تحسن السلوك لهذا الرجل وتدينه والعمل الخيرة التي عملها أكسبته هذا التعاطف، ثم سيق إلى مقصلة الإعدام 17 مرة. طيب، يعني هل هذا فيه انتهاك لحقوق الإنسان؟ 32 سنة يجلس من حق القتيل يا أخي أنه لا يتنازل. لا، أنا أتكلم على قضية التأخير وهذا الوقت الطويل. هنا نقطة أخرى أشرت إليها في بعض الانتهاكات الموجودة في نظام القضاء عندنا تأخير كثير، وعندنا إبطاء في البت يعني القضايا. يعني هل هذه القضية وش الانتهاك اللي صار لحقوق الإنسان؟ تأخر الحسم في الموضوع لهذا المدة الطويلة. يعني ما كان ينبغي توصل لمدة 32 سنة؟ بالتأكيد. طيب، التنفيذ بهذه الطريقة، الإعدام العلني، الإحكام أنه يطلعوا في ساحة عامة والناس تجي وبهذه الطريقة وبالسيف، يعني هذا المشهد الذي نراه في كل عمليات القتل أو القصاص في السعودية، هل هذه تتفق مع الحالة الشرعية أو الحق الشرعي أو الحق الحقوقي؟ أن تشوفوا أنه فيها مخالفة حقوقية ولا هذا نظام شرعي وحقوقي ما فيه مشكلة؟ زي ما قلت لك، الجمعية في ملاحظاتها تنطلق من نظام البلد، ونظام البلد قائم على الشرع. طيب، إيش رأيك أنت في تنفيذ ولكم في القصاص؟ لا، أنا أتكلم في السيف، يعني مثلا في ليش ما يصير مثلا في الرصاص؟ فهمت عليك، قصدي أنه يعني انها يعني يصير في السجن وحشيه، مثلا يصير في السجن ليش ما يصير في ساحه مثلا القتل يشهد عذابهما طائفه من المؤمنين، هذا في الجلد، وهذا هل هذا حكر على الجلد فقط؟ ما ادري، انا اسال ترى، ما عندي انا، ما الذي اعرفه ان تنفيذ القصاص ينبغي ان يكون على مرأة من الناس حتى يرتدع الاخر. طيب، اريد ان استعرض معك مجموعه من الاسئله التي ارسلها لنا المشاهدين. الشارع يسال: الشارع يسأل: مبادئ حقوق الإنسان والمواطن كما دشنتها الثورة الفرنسية تعتمد على مفهوم فلسفي نظريا على الأقل، قوامه مساواة الإنسان المواطن بغيره مساواة مطلقة بغض النظر عن دينه أو مذهبه. كيف توافقون بين هذا المفهوم والحقيقة الشرعية التي تقضي بعدم مساواة المسلم مع غير المسلم؟ رأيه عن الحامد والقحطاني وحركة حسم: هل تتدخل وزارة الداخلية في عمل جمعية حقوق الإنسان بالسعودية؟ وما هي المعايير لاختيار أعضاء الجمعية؟ كيف يجد نفسه كزميل في مركز حوار الأديان لكبير حاخامات الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين، علما أنه اعترف بذلك؟ ليحدثنا عندما كان رئيسا للمركز الإسلامي في لندن، هل كانت السفارة داعمة جيدة أو حجر تعثر، وبالتحديد وقت ما كان غازي القصيبي سفيرا؟ هل تعتقد أن الأيديولوجيا الإسلامية قادرة على إقناع الأجيال الإسلامية الجديدة؟ قل للماجد: نشاطاتكم بعيدة عن المجتمع، هم لا يعرفونكم، أين موقعكم في المجتمع؟ هل اقتصرت جهود الجمعية على الحضور الإعلامي؟ الإنسان المقيم المولود في السعودية، ما حقوقه التي ينبغي أن تكون له مقارنة بما هي عليه الآن؟ حقوق حقوق حقوق، ما هي غريبة علي هذه الكلمة؟ هذه مرت علي بس ما أدري وين. الشارع يسأل: حياكم الله في الجزء الثالث والأخير مع ضيفي الدكتور حمد الماجد. ليش تضحك يا دكتور؟ على هل يقول حقوق حقوق مرت عليه ولا ما مرت؟ طيب، يعني هذه أنا قصدت أنه أنا أحضر هذه التغريدة تحديدا لأنه هي توصل رسالة. أي صحيح، هو يقصد رسالة. نعترف أنه لازلنا دون المستوى المأمول والمطلوب في إيصال أصواتنا إلى الناس وإلى إفهامهم بدورنا أمانة. اللي يوسف أبو الخيل تكلم على قضية مبادئ حقوق الإنسان، أنه
في الثقافة الغربية بغض النظر عن دينه، في الثقافة الشرعية تقضي بعدم المساواة مع غير المسلم. أنتم في حقوق الإنسان أنت كيف شايف معاملة المسلم وغير المسلم؟ أيضا الحقوق لكل الناس بغض النظر عن دينه ولونه وعرقه. أي حق العبادة يمنح لغير المسلم حتى في هذا البلد، لكن يبقى المسألة الوسيلة. لا هنا تكلمنا، أنا أتكلم عن العبادة. العبادة مكفولة لكن الوسائل غير مكفولة. لكن الوسيلة أيضا ننطلق من المنطلق الشرعي ولا يجتمع دينا. أي لا طيب خل أنا هذا زي ما قلت لك، هذا رأي المرجعية الشرعية للبلد ألا وهي هيئة كبار العلماء. يعني لو كان البلد في نظام خطأ أنتم ما تقدرون تسوون شيء. المحاكم بالأنظمة إذا كانت أنا أقول لك لو النظام خطأ مثلا، أنا أفترض أنه شرعا أنا أتكلم شيء لو في النظام كان خطأ لو كان خطأ ما تقدروا تدافعون عن الصح طبيعي. طيب الشيعة في السعودية يعني أنتوا عندكم أعضاء شيعة في صحيح، هل حقوق الشيعة في السعودية هي نفس حقوق السنة في السعودية؟ طبعا الذي نسمعه من زملائنا أعضاء المجلس يقولون أنه دون المستوى المطلوب. حقوق الشيعة دون المستوى المطلوب. يقولون مثلا في مسألة التوظيف يرون أنها لا زالت إلى الآن بسبب الانتماء الطائفي هناك شيء من المنع، وإن كان طبعا هذا هم لا ينفون أنهم فعلا شركاء في البلد وموجودين في كل القطاعات الدولة، لكنهم يقولون أن لا زال الأمر دون المستوى المطلوب. طيب في مسألة التوظيف يعني جمعية الحقوق السياسية والمدنية حسم واللي يقوم عليها الأشهر الدكتور عبد الله الحامد والدكتور القحطاني، تقييمك وموقفك من النشاط الحقوقي اللي يقومون فيه من خلال جمعيتهم. شوف احنا قاعدتنا العامة أي نشاط يعزز حقوق الإنسان في البلد نحن ندعم بشكل عام يعني. لا نتكلم بشكل خاص. لا إذا تتكلمنا عن الوسيلة أتكلم عن حسم. حسم هنا الطريقة ومستوى اللغة نرى أنها فعلا في بعض الأحيان غير مناسب. نحن نتحدث على أن على يعني أنت عندك غاية تريد أن تحققها من وجهة نظرنا مع تقديرنا طبعا جهودهم ونواياهم الطيبة والمخلصة، أنه بقدر ما تكون اللغة هادئة ومتزنة كل ما كانت أكثر عمقا أكثر تأثيرا. يعني أنت اعتراضك على اللغة؟ أنا شخصيا. طيب إجراءات التقاضي الآن هم يعني يتعرضون للمحكمة. إجراءات التقاضي كيف تقيمها؟ لأن لكم أعضاء حضروا في الجمعية. لا ما حضر من عندنا إلا حضروا أعضاء من الجمعية في هذا مكتوب في مناسبات سابقة يمكن في الأخيرة. أنا شايف أنها يعني مشت الآن في تحسن، يعني لو تقارن الآن موضوع محاكمة هؤلاء بمحاكمة السابقين اللي هم الثبيتي ومتروك الفالح ما كان يسمح لأحد حتى الجمعية ما كان يسمح لها بأن تحضر الآن. يعني المحاكمة العلنية هذه نقطة إيجابية. طيب إجراءات التقاضي الباقية في شيء غلط أنت شايفه؟ هنا يأتي مسألة تقديرية للقضاة في الأحكام، نحن لن نتحفظ عليها. يعني مثلا عندما يكون شخص رأي حتى في طريقة الإصلاح والتغيير قد تكون جرعة قوية وكبيرة، يعني أحيانا مثل ما حصل عندما تقدم بعضهم بما يسمى بالملكية الدستورية، احنا تحدثنا مع المسؤولين قلنا يعني كان الأولى بالدولة أن تستلم العرض طلب وتدرسه، إن أعجبها الحمد لله، ما أعجبها لا أن تتحفظ. لكن لا يكون لكن لا يكون العقوبة مدتها 9 سنوات كما حصل مع متروك الفالح واللي معه، وهذا سبق أشرنا إليه، وإن كان يعني ولله الحمد نالوا عفوا من مقام خادم الحرمين الشريفين. هل هم جمعية حقوقية ولا جمعية سياسية يعني في الأكثر الغالب على نشاطهم؟ واضح أنها حقوقية هكذا من خلال المطالب التي يطالبون بها. أنتقل إلى ملف ثاني، أنت في قضية المركز حوار الأديان الأخير، هل الحوار بين الأديان ولا بين أتباع الأديان؟ من الصور الخاطئة التي شاعت عند الناس أنهم يظنون أن مثل مراكز الحوار هذه أننا نتحاور عن الأديان. صدقني الآن في خلال هالسنة الماضية التي عقدنا فيها عشرات الاجتماعات وحضرنا عدد من الندوات تحدثنا في كل شيء إلا عن الأديان.
لأنها لا تهمنا. نحن نتحدث عن الأرضيات المشتركة، نتحدث عن عن عن, عن ما يسمى بالقواسم المشتركة ما بين أتباع الديانات. الإشكالات التي يواجهها العالم وممكن لأتباع الديانات أن يساهموا في حلها. أجيب لك بس مثال بسيط، قضية نزع فتيل بؤر النزاع الموجودة في العالم. نعم. التي تقوم أحيانا ما بين أتباع الديانات وأحيانا تحت المظلة الدينية الواحدة. يعني احنا تحدث مثلا عن مسلم يهاجم كنيسة في بريطانيا، أو نصراني متطرف يهاجم أحد المساجد. لطالما اجتمعنا. انت متفائل بانه في جدوى من وراء هذه الحوارات؟ لولا قناعتي ما شاركت. لا يعني انا خاف انه تصير قناعتكم زي قناعه الازهر، انه خلينا يعني نتكلم مع الشيعه مع الشيعه. لا لا الازهر في النهايه تجون بنفس الرساله اللي سمعناها من قياس مع الفارق. الازهر كان يدعو الى التقارب، تقريب المذاهب. تعال يا جماعه الخير نشوف نسوي تمحيص ونخل العقائد عشان تقرب الي واقرب اليك. لكن اللي احنا نتحدث عنه في حوار الديانات لا يتعرض عن لا يتكلم ليس تقارب الاديان ابدا، هو العيش المشترك وطريقه ابدا الدينة. بالضبط. يعني احنا نتحدث مثلا عن مشكله الشذوذ، واضح. لا اريد ان ادخل في التفاصيل، انا اريد اصل اليه. قضيه انت كنت مدير المركز الاسلامي في لندن فتره طويله، هل صحيح انه انت منعت من دخول بريطانيا مؤخرا بسبب يعني امور كانت محسوبه عليك في تلك الفتره؟ لا مو صحيح. انا لما كنت مدير المركز الاسلامي كنت بصفتي الدبلوماسي على فكره. نعم. وكان يتراس مجلس لا انا اتكلم المنع اخيرا يعني الدخول. لا وبعد شوف بعد عملي في المركز الاسلامي في لندن انتقلت في العمل بشكل تطوعي في انشاء عدد من المؤسسات الاسلاميه التي تعنى بالتعليم، واخرها ايضا المؤسسه مركز التراث الاسلامي البريطاني، مركز كبير وضخم تكلفته الان في حدود ال 15 الى 20 مليون جنيه استرليني، وتواصلنا مع المسؤولين في المملكه. ولا ننسى صاحب الفضل رحمه الله الامير سلطان بن عبد العزيز عندما كان اول المتبرعين تلاه الشيخ سلطان اللي في مانشستر هذه اللي في مانشستر. فجاءتها التحويلات مبالغ ما هي قليله، فانا لا الوم الناس هناك انهم من هذا اللي دققوا عليك يعني. بس هم ارادوا ان يعرفوا ما هذا المركز، ما هو هذا المركز، ومن هو هذا الرجل الذي ينشئ مثلها. لا بس ان الايذاء حصل حين ان تستوقف من بين مئات المسافرين ثم يقال لك انه ترى اختيار عشوائي. وهذا مو صحيح. قلت يا جماعه الخير انتم تحسون ان شخص غير مرغوب فيه، انتم امام امرين، اما ان عندكم ملاحظه امنيه علي فكاتبوا حكومتي وخلوها تسأل تحاسبني، أو إن ما عندكم شيء فاللي قاعد تسوونه غلط، أو إني غير مرغوب فيه أصلا بدون سبب، قولي الآن أطلع عشان ما أرجع لكم. أرجع ولا أرجع. قال يا أخي طول بالك. قلت لا يمكن أطول طيب. بال على فكرة تكررت يمكن اثنين أو ثلاث. هذا سؤال يعني هذا يقودني إلى سؤال. عندنا الآن يعني عشرات الآلاف من المبتعثين، هل النصيحة اللي تقدمها لهم أنهم ينكفئون على أنفسهم ودراستهم ويركزون ويبعدون عن مراكز إسلامية وما مراكز إسلامية وجماعات وشغل وكذا ودعوة واختلاط في المجتمع ومؤسسات مدنية، وأنه المفروض يركزون على لأنه هذه المهمة، أم لا أنه مفترض أن يأخذوا التجربة كاملة وأن يقدموا؟ لأنه هذا المثال اللي تقوله تجربة حمدان التركي التي حصلت مع الفارق، أنا مع الفارق كلها تجعل هناك وجهتين نظر مختلفة. خذها مني تجربة شخصية وتجربها أيضا لاحظتها عند عدد من الطلبة المبتعثين الذين شاركوا وساهموا واندمجوا مع المجتمع المحلي. هم الأكثر تفوقا وهم الأكثر إنجازا وهم الأكثر تشريفا لبلدهم. يا أخي السلبية ما فيها الخير، تجي تنكفي على نفسك، ما عندك إلا كتابك وعندك مراجعك وبحثك وترجع بلا تجربة بلا رصيد، ماذا قدمت للمجتمع؟ صدقني إن, 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 إن إذا لم يستغل المبتعث وجوده في الخارج في تطوير قدراته العامة. نعم. ليس فقط أنا معك أنه لا ينبغي أن يكون هذا على حساب الهدف الذي ذهب من أجله وهو التحصيل العلمي. نعم. لكن عندك أخي وقت طويل. في شيء طلب يعني أنا أطلبه منك إذا سمحت لي. تسمح لي إن شاء الله. جدا. أنت كتبت في أحد التغريدات في سن 20 عقدت مع الشيخ بن باز رحمه الله اجتماعا مغلقا في مكتبته فحدت معه مسألة حساسة سأفصح عنها في الوقت المناسب. أتمنى أن يكون هذا هو الوقت المناسب. والله مو بالوقت المناسب. وعلها مباشرة من أعلمك بعد. لا والله عذرني. ها؟ عذرني.
وازيدك على ذات الموضوع ايضا جرى. انت ما زدتني الحين انت لا بزيدك شيء من الغموض. كان لي ايضا حديث مع الشيخ ناصر الالباني في عمان رحمه الله عليه على ذات الموضوع. طيب متى يجي الوقت المناسب؟ متى يجي الوقت المناسب؟ يقولون نظام المخابرات البريطانيه ما تفرج عن الوثيقه الا بعد مضي 20 سنه. يعني انت في هذا كنت قاعد تقول في العشرين. اختم بسؤال للاستاذ عقل الباهلي، هل تعتقد ان الايديولوجيا الاسلاميه قادره على اقناع الاجيال الاسلاميه الجديده؟ السؤال ما هو عاجبني صياغته امانه. ايش الايديولوجيا؟ تتكلم عن الاسلام؟ لا. ولا تتكلم عن عن افكار واجتهادات بشريه؟ ايه افكار واجتهادات البشريه بالطرح الاسلامي، ما يسمى بالطرح الاسلامي، هي قادره تقنع الاجيال الجديده؟ اي قادره. انا اتوقع تويتر الان مقياس لهذا الامر. انت متفائل يعني كثير بتويتر. يعني اذا تاخذ العريفي يتبع الان 3 ملايين، هات اصحاب التيارات الاخرى كم عدد الذين يتبعونهم؟ يعني كم؟ لا زال مقنع. نعم. شكرا لك دكتور حمد، الشكر موصول لكم انتم. وانقلوا عن الدكتور حمد الماجد انه يقول: مصداقيتنا ليست بحجم طموحنا. السلام عليكم.